السلام عليكم البنات، صباح الخير. كصبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله في اتم الصحه والعافيه. نهار جديد وفيديو جديد بديتو معكم من يعني من برا. اليوم الصباح الجمعه، عندي رونديفو ديال ولدي الكبير مع الطبيب ديال السنان مع 9:30. لقيتوني يلاه جبتو دابا، خليته دخل حتى يكمل وخرجت انا نتسناه على برا. اليوم واحد النهار اللي هو شويه سبيسيال، على قد ما هو ان شاء الله يكون سبيسيال، على قد ما انا واحد شويه متوتره وخايفه ومخلوعه، لانني كنتسنى الكونفيرماسيون. سمحوا لي البنات، جاني تليفون عيطوا لي باش يقولوا لي ولدي سالا. المهم نكمل معكم. كي قلت لكم النهار متوتره فيه بزاف، لانني كنتسنى يعني واحد الخبر تكونفيرما ان شاء الله يا ربي، وتكون لا كونفيرماسيون يعني بوزيتيف يا ربي. المهم هذا الفيديو ان شاء الله الى سمعت الخبر اللي فرحني ان شاء الله باذن الله، غادي نكمل هذا الفيديو وغادي تشوفوا معايا شنو هو هذا الخبر ولا شنو هي هذه المفاجاه. والى كان العكس يا ربي الهلال ديرها، فما غاديش يكون عندي الخطر نهائيا انني نكمل هذا الفيديو. دونك غادي تخليوكم معايا ان شاء الله، نشوفوا النهار كيفاش غادي يدوز، وان شاء الله يا ربي تحقق لي هاد الحاجه اليوم، لان كي قلت غادي تكون واحد الحاجه اللي سبيسيال وكنتسناها من شحال هادي. خليكم معايا، كنتمنى لكم نهار مبروك وجمعه طيبه، وان شاء الله يدوز يومكم 5-5. السلام عليكم البنات، صباح الخير. كصبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله في اتم الصحه والعافيه. نهار جديد وفيديو جديد بديتو معكم من يعني من برا. اليوم الصباح الجمعه، عندي رونديفو ديال ولدي الكبير مع الطبيب ديال السنان مع 9:30. لقيتوني يلاه جبتو دابا، خليته دخل حتى يكمل وخرجت انا نتسناه على برا. اليوم واحد النهار اللي هو شويه سبيسيال، على قد ما هو ان شاء الله يكون سبيسيال، على قد ما انا واحد شويه متوتره وخايفه ومخلوعه، لانني كنتسنى البنات. المهم انا رجعت للدار صراحه، واحد الاحساس كنحس به حاليا، واحد الشعور لا يوصف يعني. عرفتوا راني مستريسيا لواحد الدرجه ما كتصورش، وشكون في حالي فيكم فاش كيكون عندي ستريس ولا كيكون عندي حتى السفر. عرفتوا انا نهار كيكون عندي شي سفر راه يعني بالليله اللي كتسبق، وهذاك النهار كامل راه كنكون كنموت، كيشدني واحد الحريق في كرشي مصارني ومعتي، وحاجه كون عندي واحد الاحساس بحال باغيه نرد، ويعني وقلبي كيبدا يضرب والقد القلب كيكونوا يعني بسرعه. ما عرفتش شكون فيكم اللي بحالي. ايوا دابا هكاك هذا شعوري حاليا، لانني مازال كنتسنى ان شاء الله الكونفيرماسيون اللي قلت لكم. المهم دخلت جيت للدار خصني نجمعها، لان البارح كما عرفتوا دوزت النهار كامل في الباجاج، والدار صبحات يعني مسخه مقربله. الكوزينه بديتها قبل ما خرجت، ولكن مازال ما كملتهاش، غادي نبدا دابا بها، غادي نكملها وندير الحويجات تتصبنوا، وغادي نجمع الدار. وان شاء الله ان شاء الله الا وصلني الخبر الزوين غادي نقول لكم في وسط الفيديو. هانتوما معايا، المهم خليونا نكملوا النهار مع بعض. But I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. I'm not afraid to die.
time waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. الناس كما كتشوفوا معايا الكوزينه تجمعات وتنقات كلشي رجع هو هذاك رجعت كتشعل وبالنسبه للخبر اللي كنت شفت معكم هذا الصباح وقلت لكم كنتسنى لا كونفيرماسيون ديالو فالحمد لله اللهم لك الحمد تيسرات الامور وداز كلشي بخير على خير كنت باغياه وشنو هو هذا يعني شنو هو هذا الشيء غادي تعرفوه ان شاء الله في اخر الفيديو واحد المفاجاه اللي يعني نتمناها كل وحدة فينا الله يكملها بخير وعلى خير كي كنقولوا ومن هنا حتى توصل وقتها بلاتي غادي نقول لكم عليها المهم خليكم معايا ما تمشيو فين حتى لاخر الفيديو ان شاء الله ونكملوا النهار مازال فيه بزاف ما يتقضى الدار مازال ما كملتلهاش الجميع اون بلوس خصني نقطع ونمشي نهاكو نجيب شويه ديال التقديه لحقاش الدار كما كتعرفوا راني عاد جيت الدار ما فيها حتى شي حاجه غادي نجيب غير شي حاجه باش نقضي اليوم في الليل والباقي ان شاء الله غدا ولا الحد عاد نمشي يعني نجيب التقديه اللي خاصه المهم خليكم معايا to find the reason why you stay by my side.
البنات انا جيت لليدل لقيت عندهم هاد المنظمات هادو زوينين، انا غادي نستعملهم لحاجه اخرى ماشي للثلاجه، عندي ديجا فيها جوج ب 3.99 و في اكسيون لقيت هاد لي زارتيكل هادو شحال هادي وانا باغياهم، هادو طبيطلات ما لقيتش فيهم 6، وهادو ديال البريزونطاسيون واعرين، هادو دايرين 5.49 واقيلا، خديت واحد بالدوغي وواحد بلارجونتي. Ils sont arrivés avant ? Ah oui. Je sais pas. À quelle heure ? 58. Ah, tu vois ? Ah, il est pas là encore. On va rester dehors. Et voilà le bnat qui m'a quatre jours à dire goulou. غادي تقولوا كيفاش يلاه جيت هادي 3 ايام وهاني عاودت رجعت للمطار. ايوا الحمد لله البنات رجعت للمطار على حقاش، جايه ماما اليوم صراحه. علاش كنت قلت لكم الصباح ما متاكداش، لان كما كتعرفوا دابا مع هاد المشاكل ديال كوفيد وهذا، فنورمالمون كيقولوا لك السفر سياحه يعني ممنوع، فداكشي علاش كنا ما متاكدينش، وكنت كنتسناها الصباح حتى تدوز يعني حتى تدوز المطار ديال فاس باش نشوفوا واش يعني قادره تجي ولا لا، والحمد لله تيسرات الامور. وحنا دابا هنايا جيت لايروبور شارل دوغول وكنتسناوها، الطياره نورمالمون وصلت وممنوع حتى الناس اللي جايين يعني يستقبلوا المسافرين اللي وصلوا، ممنوع انهم يجلسوا في المطار لداخل. فداكشي علاش انا دابا برا كنتسناها قدام لابورت ديال لاغيفي، ان شاء الله على ما تخرج ونعاود نرجع معكم.